السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي واينت. مشاهدينا الكرام، كما عودنا حضراتكم مواضيع وقضايا وأحداث حاصلة خلال الساعات 24 الساعة الماضية والتي كانت حديث الناس، وحول هذه المواضيع وحول تلك القضايا كان العديد من الناشطين، العديد من الإعلاميين أيضا أبدوا آراء مختلفة، كتبوا عنها أيضا. سنناقش ونطلع على العديد من مما كتبوه على حوائطهم في مواقع التواصل سواء تويتر أو فيسبوك، ونستعرض العديد من المواضيع. الأهم موضوع لهذه الحلقة وهو 21 من مارس عيد ميلاد وطن، وهو اليوم الذي ولد الشهيد الزعيم علي عبد الله صالح رحمة الله عليه. وفي ذلك كتب العديد من الإعلاميين والناشطين بحرقة وألم لرحيل هامة من الهامات الوطنية العملاقة، لرحيل عمود اليمن كما وصف، وأيضا رحيل الرجل العظيم الذي أنجبته اليمن ولم تنجب مثله، وبوفائه وبشهامته وبأيضا وطنيته، هكذا وصف الشهيد الزعيم رحمة الله عليه الشهيد علي عبد الله صالح. وأيضا سنناقش قضايا ومواضيع أخرى، منها الدعوة لمشاورات يمنية في المملكة العربية السعودية، وأيضا عن هذا الموضوع كان للكثير آراء مختلفة. سنتابع الكثير مشاهدينا الكرام، لكن بعد فاصل قصير، تكرما ابقوا معنا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. إذن سنتناول أول المنشورات لنا في هذه الحلقة لعادل الهرش الذي تحدث حول هذا اليوم، وتحدث حول يوم 21 من مارس، وأيضا أدرج ما قاله بهاشتاج 21 من مارس ميلاد وطن، وهو الهاشتاج الذي تم تعميمه على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. وباعتبار أن هذا اليوم أنجب رجلا بحجم وطن، أنجب رجل بحجم علي عبد الله صالح، أنجب رجل أرسى الأمن والأمان ووحد اليمنيين ووحد قلوبهم وأفئدتهم على مدى 33 عام، كانت حافلة بالعطاء، كانت حافلة بالتعددية السياسية، كانت أيضا معالم الدولة والحرية والجمهورية في تلكم الفترة. بمجرد الرحل وغادر الدنيا سرعان ما تشتت وتمزق وتشظى الوطن، ونحن اليوم نعيش أزمات متتالية ومتلاحقة، ونحن اليوم نعيش في وضع لا يحسد عليه بعد استشهاد الزعيم رحمة الله عليه، هكذا عبر العديد من الناشطين مشاهدين الكرام والإعلاميين، ومنهم أيضا عادل الهرش الذي قال: سلام عليك في يوم مولدك ويوم استشهادك ويوم تبعث حيا، رحمك الله يا زعيم اليمن وأسكنك فسيح جناته. وإليكم منشور آخر لمحمد الشجاع، على إعلامي محمد الشجاع: هيبة الميلاد ومكانة الرحيل، كنت واحدا منا وكنا بك، ثم ترجلت هيبة وإجلالا، رحمة الله تغشاك سيدي في كل ثانية تبعث الآمال، ما زال القاتل يمارس لعبة الدم والأرواح، وحدك من تليق به الزعامة، وحدنا من يليق بنا به الرثاء. أما شيماء محمد فكتبت أيضا: في عيد ميلادك المجيد، كل عام وأنت الشهيد الحي في قلوبنا، كل عام وأنت الزعيم الخالد في وجدان الشعب، كل عام وأنت الضمير الحي في جسد كل الأحرار، كل عام وأنت راية النصر والعز والشموخ والكبرياء، كل عام وأنت رائد الإنسانية وحافظ الكرامة والحقوق، لروحك الرحمة والمغفرة والخلود يا زعيم القلوب. أما طارق الحداد فكتب أيضا: سيظل الشهيد الزعيم علي عبد الله صالح رمزا وتاريخا يحكى عنه للأجيال، وستدون فترة حكمه لليمن وتأسيسه لليمن الحديث، مهما حاول الصغار والدخلاء الجدد محاولة طمس أو تغيير واقع عاشه آباؤنا وعشناه نحن في ظل دولة آمنة موحدة مستقرة شهد لها الأعداء قبل الأصدقاء. وفي ذكرى ميلاد القائد الرمز يتوقف التاريخ ليكتب بماء من ذهب: هنا كانت الدولة والحقوق والحريات، هنا كان اليمني ثمن مصان، حقه وحريته وكرامته،
الرحمة للشهيد الزعيم ولكل رفاقه الأوفياء، والنصر لليمن ضد مغول العصر ميليشيا الحوثي وعصابات الارتزاق من الأخوان المفلسين. إذن مشاهدينا الكرام، الجميع يكتب بحسرة وبألم لفقدان الرجل بحجم هذه الأمة وبحجم الوطن الحبيب، متمثلا في الشهيد الزعيم علي عبد الله صالح رحمة الله عليه. الجميع يستذكرون عهد الشهيد الزعيم الزاخر بالأمن والأمان، الزاخر بالحرية، الزاخر أيضا البناء والإعمار، ويضعون مقارنة لما يحصل اليوم من خراب ودمار وأيضا من استهداف للمدنيين ومن غلاء للأسعار، غلاء فاحش في تزامنا مع اقتراب الشهر الفضيل. مثل هذه الأيام وكان الشهيد الزعيم رحمة الله عليه، وكان الناس يستعدون لاستلام راتبين، كراتب وإكرامية من مقدمة من الدولة، وأيضا في ظل أسعار في متناول الجميع، في ظل حياة معيشية كريمة، الجميع أيضا كان يستقبل الشهر الفضيل من قبل حلوله بأشهر، نتيجة للكمية الأمن والأمان وأيضا الحياة المعيشية الرغدة التي كان يعيش فيها جميع أبناء الشعب اليمني، وأيضا نتيجة لأنه كان أكبر هم للمواطن اليمني هو كيف ينام وكيف يصحو فقط، أما الحياة كحياة مواطن يعيش في ظل دولة وفي ظل نظام وقانون، فكان جميع أبناء الشعب اليمني يتمتعون بذلك. هكذا عبر الناس في مواقع التواصل ويعبرون حتى على أرض الواقع. محمد الطيري كتب أيضا: الواحد والعشرون من مارس ميلاد وطن، في ذكرى عيد ميلادك الرحمة والخلود لروحك الطاهرة أيها الزعيم الخالد الشهيد علي عبد الله صالح، نسأل الله أن يتغمدك بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنك فسيح جناته، ويعيد لليمن الأمن والأمان والاستقرار والسلام، إنه سميع مجيب. وهنا منشور المشاهدين الكرام لمراد القعيش الذي تحدث حول ميلاد الوطن وأيضا ذكرى ميلاد الشهيد الزعيم رحمة الله عليه. الواحد والعشرون من مارس هو عيد ميلاد الحرية والسلام في وطني. الواحد والعشرون من مارس هو عيد ميلاد حبنا الأبدي الذي سيبقى في قلوبنا إلى الأبد. أما ابتسام فكتبت أيضا في حائطها على فيسبوك: لروحك السلام، في مثل هذا اليوم الحادي والعشرين من مارس العام 1943 كان ميلاد القائد الزعيم الشهيد علي عبد الله صالح، وكان بداية الحاضرة والتاريخ والمنجزات لليمن دولة وشعبا. وننتقل مشاهدينا الكرام إلى منصة التواصل الاجتماعي تويتر، ونتناول أيضا نستعرض بعضا من التغريدات التي تحدثت حول ذكرى ميلاد الشهيد الزعيم علي عبد الله صالح رحمة الله عليه. محمد أنعم غرد وقال: في 21 من مارس ولد الفارس الجمهوري الزعيم الخالد علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية السابق رحمة الله عليه. كان صمام الأمان، كل الشعب افتقده، وهو يهتف باسمه ونوائب الدهر تسقط على رأسه، ولا أحد يغيثه مثل علي. توقفت أعمار اليمن فافتقدته الأرض، سيظل الأب والقائد العظيم لكل اليمنيين. أما عبد الله مثنى فغرد أيضا: في 21 من مارس ولد الفارس الجمهوري الزعيم علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية السابق رحمة الله تخجاه. كان صمام الأمان، كل الشعب افتقده، سيظل الأب والقائد العظيم لكل اليمنيين. إذا مشاهدينا الكرام، كان هذا هو الموضوع الأول الذي يعني حاولنا أن نفرد مساحة وافية للعديد من الناشطين والإعلاميين الذين تحدثوا حول 21 من مارس، والذي كما أسمي في مواقع التواصل الاجتماعي بعيد ميلاد وطن. وفي هذا اليوم
استذكر العديد من أبناء الشعب اليمني ذكرى ميلاد الشهيد الزعيم رحمة الله عليه، واستذكروا أيضا أيام حكمه والأيام التي عاشها الجميع في عهده في ظل أمن وأمان وفي ظل دولة وفي ظل استقرار لا متناهي. فهذه الأشياء وهذه الخصال الحميدة للشهيد الزعيم يستذكرها العديد من الناس، يستذكرها جميع أبناء الشعب اليمني وبكل حسرة وألم، يتمنون ولو أن ترجع تلك الأيام وأن تعود إلى حاضرنا ويعيشها أبناء الشعب اليمني في أمن وفي أمان وفي رخاء. لكن الجميع يعلم أن ذلك مستحيلا في ظل عنجهية ميليشيا الحوثي التي تسعى إلى جعل البلد يعيش في دائرة مظلمة، وقد حصل وقد تحقق لها ذلك. الوطن الذي تشظى بفعل أولئك الذين خرجوا في العام 2011 وأسقطوا النظام والقانون وأسقطوا الدولة وأسقطوا الحرية وأسقطوا الديمقراطية ومزقوا الوطن منذ مناداتهم وصراخهم بإسقاط النظام وإسقاط الوحدة والأمن والأمان. إذن كل هذا ما دار في مواقع التواصل الاجتماعي، وكل هذا الحديث عبر عنه العديد من الإعلاميين، العديد من الكتاب، العديد من الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. الآن ننتقل إلى موضوع آخر مشاهدينا الكرام، وهو المشاورات الأخيرة التي دعت لها المملكة العربية السعودية ومجلس التعاون الخليجي بشكل عام لجميع الأطراف اليمنية المتنازعة بالاجتماع في طاولة واحدة وحل الخلاف وأيضا إنهاء الصراع والنزاع بما يؤمن حياة المواطن وبما أيضا يعني يجعل من الأمن والأمان يعود إلى جميع أبناء الشعب اليمني وإلى الوطن الممزق والمشظى. لكن الجماعة الحوثية وكعادتها تقابل هذه الدعوة وهذا السلام بقصف مستمر للأحياء الآهلة بالسكان وبقصف مستمر للمنشآت الحيوية في المملكة العربية السعودية، آخرها ما تم استهدافه مؤخرا ل يعني مواقع حية وأيضا أماكن حية في المملكة. واعتبر العديد من الناشطين أن هذا العمل هو عمل إرهابي وعمل ليس بغريب على جماعة الحوثي التي تدعى في كل مرة للجلوس على طاولة حوار للخضوع للأمن والسلام، إلا أنها تقابل كل ذلك بإما بطعن من وراء الظهر وبنقض للعهود والمواثيق، وإما برفضها وأيضا جعل اليمنيين يعيشون في حالة احتراب وفي حالة اقتتال. نبدأ بهذا الموضوع بأول تغريدة لرشاد الصوفي الذي قال: التصعيد الحوثي الأخير ردا على دعوة مجلس التعاون الخليجي للأطراف اليمنية للحوار، واشترط الحوثي أن تكون السعودية طرفا في الحوار، وكأن معركته مع السعودية وليست مع اليمنيين، متناسيا أن حروبه مع اليمنيين من الحرب الأولى وحتى السادسة. أما عنتر الذيفاني فغرد أيضا: الشعب اليمني استبشر خيرا بالدعوة إلى الحوار على أمل أن تقف الحرب ويعم السلام، لكن كان رد الحوثيين مخيبا لآمال الشعب اليمني باعتبار أن هذه الجماعة لا يمكن لها أن تتعايش مع السلام، فهي ترى بقاءها مرتبط ببقاء الحرب. كل يوم وكل لحظة يثبت الحوثيين للشعب أنهم ليسوا إلا أداة بيد إيران. تغريدة أخرى لعلي الضريبي: الحوثيون يتحدثون من منطلق ديني وليس سياسي، حيث يقدمون أنفسهم كحكام وفقا لنص ديني مقدس، وهي الفكرة التي تنسف عملية السلام في جوهرها، إذ لا يمكن أن يقبل أصحاب هذا الفكر الاستعلاء بأي سلام أو تعايش. فالمسألة هنا معقدة جدا، وأي خطوة نحو السلام في اليمن دون إدراك ذلك لن يكتب لها النجاح. إذن هذه المشاورات مشاهدينا الكرام، العديد من الناشطين والإعلاميين أبدوا آراء مختلفة حولها، منها من اعتبر أنها يعني مشاورات أتت في وقتها المناسب، وربما أنها تأخرت، لكنها أن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي، هذا أولا. الشيء الآخر أن منهم من اعتبر أن الجماعة الحوثية سوف تنقض هذا الاتفاق ولن تحضر للمشاورات ولن تجتمع على طاولة واحدة مع بقية الأطراف ومع اليمنيين، كون الجماعة الحوثية تريد أن تجعل من الحرب قائمة، كونها مستفيدة في الدرجة الأساس من هذا الصراع في بلادنا. ومنهم أيضا من اعتبر
بأن سواء حضرت الجماعة الحوثية أو لم تحضر، بالنهاية أن تجتمع جميع الأطراف اليمنية والمكونات اليمنية بمختلف انتماءاتها وانتساباتها هو من الشيء الطيب والجميل في مواجهة الجماعة الحوثية، وأيضا في تحديد مسار واحد للانطلاق للمعركة الحقيقية والصادقة لتطهير كامل تراب الوطن. إذن آراء مختلفة ومتعددة. خليل العمري أيضا غرد حول هذا الموضوع: الحوثيون يردون على الدعوة الخليجية لعقد مشاورات سلام بهجوم رباعي استهدف مرافق للطاقة وتحلية المياه في السعودية. تقول لهم السلام عليكم، يردوا عليكم الصواريخ والطيران المسير. كل يوم يمر والجماعة باقية في حكم صنعاء، يعني أن الفاتورة داخل اليمن والإقليم سوف تكون باهظة. أما عرفات الزمر فغرد أيضا: الحوثي إرهابي عالمي. الهجوم الحوثي الإرهابي المتكرر على سفن التجارة في البحر الأحمر بالعبوات الناسفة المحمولة بالقوارب المسيرة والألغام البحرية وخطف السفن التجارية المدنية بهدف زعزعة أمن طريق الملاحة الدولية العالمية وتعطيل حركة النقل البحري أويل. أما عبد الكريم المدي فغرد أيضا: الحوثي يريد أو يرد على دعوات السلام بالصواريخ والمسيرات الإيرانية على محطات الكهرباء والمياه في اليمن والسعودية، ويرد على نداءات ويرد على مطالب الموظفين بالراتب بتوسيع السجون، ويرد على حمائم السلام بالألغام. مشاهدينا الكرام، نختتم بتغريدة لمحمد علي الذي تحدث حول أيضا رد الجماعة الحوثية لدعوة السلام المطروحة من المملكة العربية السعودية ومن أيضا الأطراف اليمنية الأخرى. الحوثي أرسل صواريخ للتفاوض مع السعودية بعد دعوته للتفاوض في المملكة، ومن هنا ندرك أن الخصم العسكري هو الخيار الوحيد المتاح ويجب أن يتم بأسرع وقت. التفاوض مع الحوثي مضيع للوقت، وهذا هو الجزء آخر أيضا من الناس الذين اعتبروا أن الأداة الوحيدة والأسلوب الوحيد للتفاوض مع جماعة الحوثي هي البندقية ومواجهة القوة بالقوة وإخضاع الجماعة الحوثية للتفاوض وللحوار، تماما كما حدث في اتفاق ستوكهولم عندما أتت الجماعة الحوثية مرغمة وللتفاوض مع الحكومة الشرعية وإبرام اتفاق معها، عندما أحست بالخطر المحدق عليها عندما تحركت القوات المشتركة في الحديدة وتم تطهير مساحات شاسعة خلال أشهر معينة، سارعت الجماعة الحوثية إلى عقد اتفاق وإلى إبرام اتفاق مع الحكومة، كونها يعني علمت بأن نهايتها باتت وشيكة وبأنها عبارة عن لا شيء أمام قوة حقيقية وصادقة موجودة على الأرض. إذن كالعادة مشاهدينا الكرام، سنتابع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، من ثم نعود لتوديعكم. تكرما، ابقوا معنا.
إذن بهذا مشاهدينا الكرام، مشاهداتنا الكريمات، نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة ليومنا هذا. بإذن الله تعالى لنا لقاء قادم خلال حلقة قادمة ومتجددة، واستعراض العديد من المواضيع والقضايا والأحداث والتي كانت يعني والتي ستصبح رواجا ورائجة على مواقع التواصل الاجتماعي للعديد من الإعلاميين والناشطين. إذن أترككم في رعاية الله على أمل أن ألقاكم، ودمتم مدام الوطن سالما معافى. إلى اللقاء.